مثلك حافظ القرآن. طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدح شداك ببلغة وبيان. أسلوك طريق الحق خلف محمد، واقتد حبيب الله في عثمان. تاج الوقار حرسته وملكته، وكتبته بالدر والمرجان. قد عاهد الحفاظ رب صادق، عند امتلاء القلب بالفرقان. اصعد وحلق في السماء مراتلا، فلقد حظيت شفاعة القرآن. اصعد وحلق في السماء مراتلا، فلقد حظيت شفاعة القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي أنزل الفرقان، الحمد لله الذي أنزل القرآن في ليلة القدر وأفعل إلى خير مقام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد قهار، القائم في محكم التنزيل والقرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأشهد أن حبيبنا وأستاذنا ومعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من تلا القرآن وتعبد به في الليل والنهار، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما أيها الأخوة الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا اليوم نحتفي ونحتفل بأهل القرآن، نحن المقام، نحن الله وخاصته الذين قال الله عز وجل فيهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. أيها الأحبة الكرام، إن اليوم نشهد رؤوسا لأهل القرآن، تهنئة لأهل القرآن، تهنئة لأهل المقام الذين قال الله في رب هؤلاء: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة أن تبور. هيا نبدأ الرحمن الكريم بآيات المنزل الحكيم ومع الدارس محمود محمد مصطفى فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند
صلى الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيد. والآن مع الكلمة الإيمانية لفضيلة الشيخ فريد عبد العال مفتش لإدارة أوقاف مندوي إنابة عن إدارة أوقاف مندوي بإحكامها في أوقاف المشهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال تبارك وتعالى في التشهد: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. قال له ربنا تبارك وتعالى: لا تغرق في لسانك لتعبد به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحبتي في الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام وأنتم بخير. جزاكم الله عنا كل خير كل خير. أولا بالأصالة عن نفسي وعن وزارة الأوقاف عامة ومدرية أوقاف الدنيا وإدارة أوقاف مندوي أخي وحبيبي الدكتور محمد طلعة، أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الأعزاء وليسوا بضيوف بل نحن عندهم ضيوف. الشيخ محمود عبد البديل البشمري علم من أعلام المساجد وعلم من أعلام المنابر وله داع قوي في أفعال الخيرات وخاصة المخفية، مثله كمثل الجمعية الشرعية. وأفتخر إنما أقول الجمعية الشرعية لا نفاقا ولا رياء ولا أي شيء إلا فخرا واعتزازا. أسأل الله أن يجازيهم خير الجزاء عن كل شيء يقدمونه سرا وجهرا. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك.